وصحبه ومن والاه whilst the brothers the خادمين مسجد volunteers are coming around is probably the largest if not the largest institute for أهل السنة والجماعة. فيا أيها المؤمنون رحمنا ورحمكم الله تعالى أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل في السر والإعلان واقتفوا آثار سنن سيد المرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين وزينوا قلوبكم بحب هذا النبي الكريم صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم فإن الحب هو الإيمان كله ألا لا إيمان لمن لا محبة له رزقنا الله وإياكم حب حبيبه صلى الله تعالى عليه